يقول: هل يجوز لي أن أسمي ابنتي ود؟ هل يجوز أن أسمي ابنتي ود؟ وهل صحيح أن اسم ود هذا صنم؟ نعم، تعتبرها تصير صنم، هذا صنم. وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعبد ود. هذا معروف، عبد ود، عبدون لها أولادهم. سمها وداد مثلا لا بأس، وداد لا بأس، أما ود لا. نعم.